بسم الله الرحمن الرحيم. لينك تيت راوتينج بروتوكول. تعالوا نفتكر الاول كده مع بعض ايه هي الكاتيجوريز بتاعه كل الراوتينج بروتوكول. لو تفتكروا كنا قسمنا كل الراوتينج بروتوكول في الاثنين كاتيجوري، كاتيجوري سميناه انتيريور اي جي بي وكاتيجوري سميناه اكستيريور اي جي بي. الانتيريور ده اللي كان بيربط الاوتونوموس او بيربط الراوترز اللي جوه نفس الاوتونوموس سيستم، لكن الاكستيريور ده اللي كان بيربط ايه اوتونوموس سيستم مختلف. تمام. طيب لو هنتكلم دلوقتي بقى على الانتيريور، الانتيريور مين جواه متقسم هو ذات نفسه لاكثر من كاتيجوري اللي هما ديستنت فيكتور زي الريد فيرجن 1 زي الاي جي ار بي، لينك ستيت زي الاو اس بي اف والاي اس اي اس، والثالث اللي هو ادفانس ديستنت فيكتور راوتنج بروتوكول. تمام. زي الريد فيرجن 2، وهيبقى لنا بس كده في الاي او جي ار بي. احنا خلصنا اوريدي الريد فيرجن 2. تمام. فهنركز النهارده بقى ان شاء الله على لينك ستيت راوتنج بروتوكول. هنتكلم الاول ان جنرال، وبعد كده هنركز على مين في البروتوكول، مين اللي فيهم اللي علينا الاو اس بي. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان نفهم اي راوتنج بروتوكول بطريقه صح، لو تفتكروا كنا قلنا ان احنا بندرسه ات ستارت اب. ات ستارت اب يعني ايه؟ اول ما شغل الاو اس بي اف او الراوتنج بروتوكول على الراوتر هياخد خطوات شكلها عامله ازاي عشان يبيلد الراوتنج تيبل، عشان يبيلد مين؟ الراوتنج تيبل. تمام. ات ستارت اب ذات نفسها من جواها فيها اكتر من مرحله. المرحله الاولانيه نيبر ديسكفري. نيبر ديسكفري يعني ايه؟ نيبر ديسكفري استكشاف النيبرز. استكشاف النيبر بمعنى بيشبهها لكم في الكتاب بان انا دلوقتي اتنقلت نيبر هود جديد، حي جديد. مش كل الناس انا هوافق ان هم يبقوا اصحابي، في ناس بتلعب ميوزك بصوت عالي، في ناس مش عارفه بيعملوا هيصه. تمام. فدول انا مش حابه ان هم يبقوا قراني. نفس الفكره بالظبط التو راوترز في الاو اس بي اف او في اي راوتر بروتوكول اللي احنا هناخدهم دلوقتي يعني. تمام. التو راوترز في شويه شروط لازم يوافقوا عليها، والله وافقنا عليها هنبقى جيران، واول ما نبقى جيران كل واحد عنده شويه معلومات هيقولها للتاني. انما لو ما بقوش جيران من الاساس كل واحد عنده شويه معلومات مش هيقولها للتاني. تمام. ايه اللي بيحصل بالظبط بقى في المرحله بتاعه نيبر ديسكفري؟ تو راوترز ار 1 ار 2. في البدايه خالص ار 1 بيبعت لار 2 مسج كده اسمها هيلو. مسج اسمها ايه؟ الهيلو. بيسلم عليه ازيك. تمام. الهيلو دي جواها ايه؟ او الهيلو دي عباره عن ايه؟ باكت. الهيلو دي عباره عن ايه؟ باكت. الباكت دي جواها شويه حاجات. تمام. من ضمن الحاجات اللي جواها حاجه اسمها ريد. من ضمن الحاجات اللي جواها حاجه اسمها ايه؟ ريد. وحاجات تانية لسه هنتكلم عنها دلوقتي باذن الله كمان شويه. ايه الريد ده؟ راوتر اي دي. راوتر اي دي. الراوتر اي دي عباره عن ايه؟ رقم بطاقه الراوتر. زي ما كل واحد فينا كده ليه رقم بطاقه ما بيتكررش مع حد تاني، برضو في الاو اس اف او الاي اس اف برضو كل راوتر ليه ايه؟ ريد كده ما بيتكررش مع حد تاني. اعتبرها زي المكه تشبيه مؤقتا لغايه ما ناخدها في اخر اليوم بتتحسب ازاي بالظبط. تمام. يقوم ار 2 هو كمان ردد عليه بهيلو. الهيلو دي زي ما اتفقنا هنتخيلها ان هي صندوق فيه شويه حاجات. تمام. التو راوترز دلوقتي هيقارنوا الحاجات اللي وصلت لهم ببعض. لو حصل ماتش في حاجات في قيم معينه لازم يحصل فيها ماتش، وفي بارامترز تانية حاجات تانيه مش مشكله. تمام. انما فيهم قيم لو ما حصلش فيها ماتش التو راوترز اساسا زي ما اتفقنا مش هيبقوا نيبرز. التو راوترز ايه؟ مش هيبقوا نيبرز. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا تاني ان الريد ده عباره عن ايه؟ رقم بطاقه لكل راوتر على مستوى الشبكه كلها في الاو اس اف. ما ينفعش تو راوترز يكون ليهم نفس الريد. تمام. طب ايه هي الشروط بقى اللي عن طريقها التو راوترز بيبقوا نيبرز؟ يعني تو بي نيبرز في شوية شروط. أول شرط must use the same network ID and subnet mask. الشرط الثاني must use the same hello interval. هشرح كله كمان شوية بإذن الله. must use the same dead interval. must use
same area. IG must use the same authentication if required. Required must agree on the same area. نمسك واحدة واحدة بقى. Must use the same network IT and submit mask. بمعنى لو الشبكة دي دلوقتي اللي ما بينهم 10.000/24 ده معناه ان R1 هيبقى كام؟ 10.001/24 وده 10.002/24 لازم يكونوا الاثنين واقعين في نفس النتورك اي دي وليهم نفس السبنت ماسك. تمام. طب لو واقعين في نفس النتورك اي دي بس ما لهمش نفس السبنت ماسك، مينينج لو السبنت ماسك هنا على 24 لكن السبنت ماسك هنا على 30، ايه اللي هيحصل؟ مش هيكون نفس. تمام. هما كدايركت كونكتد هيبنجوا على بعض، يعني عشرات واحد لار واحد يعني لو جه بنج على عشرات اثنين هيبنجوا على بعض، لكن كل واحد اكيد هيبقى وراه شويه معلومات، صح؟ المعلومات اللي وراه دي مش هديها لار اثنين لان احنا من الاساس ما بقيناش نيبرز. تمام؟ لازم يستخدموا ايه؟ نفس السبنت ماسك ولازم يستخدموا نفس النتورك اي دي. في استثناء للي انا قلته ده. في استثناء واحد للي انا قلته، بس قدام شويه يعني النهارده يعني بس ايه؟ كمان شويه كده هنبقى نقول عليه باذن الله وفي العملي هنشوفه. تمام. ده بالنسبه للشرط الاولاني. الشرط الثاني لازم يستخدموا نفس الهالو انتربل. ايه الهالو انتربل ده؟ مش احنا قلنا ان اي ستارت اب ار واحد هيبعت لار اثنين مسج او باكيت اسمها الهالو؟ هات ستارت اب بس؟ لا، كل شويه. كل قد ايه؟ هفترض كفرض عشان قدام النهارده ان شاء الله هنكتشف ان الناس مريلات. هفترض ان كل 10 ثواني ار واحد هيبعت لار اثنين هالو. كنعمل الكيب الايف. كنعمل ايه؟ الكيب الايف عشان اتاكد ان جاري موجود ومحصلش فيه داون. تمام. يبقى ار اثنين هو كمان ماست يكون بيبعت هالو لار واحد كل 10 ثواني. طب لو انا جيت على ار واحد خليته يبعت الهالو كل 10 ثواني وار اثنين خليته يبعت الهالو مثلا كل 5 ثواني، مش هيبقوا دول. تمام. في التايم بالظبط. ما ده مش معنى الهالو دي عباره عن ايه؟ صندوق فيه شويه حاجات. تمام. من ضمنها كلمه اسمها هالو انتربول. الانتربول ده في التايم بس. بالظبط. الهالو دي هتتبعت كل قد ايه؟ لو مثلا الراوتر الاولاني باي ديفولت بيبعت الهالو كل 10 ثواني وانت جيتي على الراوتر الثاني ظبطتي ان الهالو تتبعت كل 5 ثواني، مش هيبقوا كدايركت كونكتد، هيبنجوا على بعض لانهم شايفين بعض دايركت كونكتد. لكن طالما ما بقوش نيبرز كل واحد وراه شبكات، مش هيتحل التاني. تمام. طيب الشرط الثالث must use the same dead interval. dead interval يعني ايه؟ لو انا دلوقتي كار 1 صبرت على ار 2، انا هفترض مثلا ان ار 2 بطل يبعت هلو. تمام. لو بطل يبعت هلو اعتبره داون على طول ولا اصبر عليه شويه؟ اصبر عليه شويه. طب لو انا صبرت على جاري مثلا 40 ثانيه، must هو كمان يصبر عليا لو انا ما بعتلهوش الهلو قد ايه؟ 40 ثانية. التايمر ده بنسميه ديد انتربول. بنسميه ايه؟ ديد انتربول. تمام. لازم قيمه الهالو انتربول والديد انتربول تبقى ماتشد ما بين الاثنين ذا سيم. تمام. البوينت اللي بعديها ماست يوز ذا سيم اريا اي دي. اركنوها دلوقتي، انا لسه اصلا مش فاهمه يعني ايه اريا في اخر اليوم النهارده ان شاء الله. ماست يوز ذا سيم اوثنتيكيشن اند اوثنتيكيشن تايب. لو انا حبيت اعمل اوثنتيكيشن كلاير زياده من السكيورتي، فاكرين الاوثنتيكيشن اللي عملناه المره اللي فاتت مع ريك؟ تمام. لو انا حبيت ان انا اعمل اوثنتيكيشن كطبقه زياده من السكيورتي، يبقى لازم نفس الكي يكون واحد على الاثنين. مش بس كده، لازم يكون نفس الاوثنتيكيشن تايب. بمعنى ما اكونش انا شغاله كلير تكست واللي قصادي ام دي 5، مش هيشتغلوا مع بعض. تمام. اخر بوينت ماست اجري اون ذا سيم اريا فلاج. اركنوها دلوقتي خالص، اساسا مش هتاخدوها في الان اي، بس برضو انا كتبتها عشان لما تيجوا تذاكروا في يوم من الايام حد فيكم لو ذاكر سيلف ستادي او حاجه ان بي، يبقى عارف برضو ان في حاجه كده اسمها اريا فلاج لازم الطرفين يوافقوا عليها. تمام. دي الشروط اللي التو راوترز لازم يوافقوا عليها عشان من الاساس يبقوا جرين. نكمل
المرحلة اللي بعديها data بيز اكستشينج. داتا بيز ايه؟ اكستشينج. ايه داتا بيز اكستشينج ده بقى؟ تمام، كل ده هتستارت اب، كل ده هتستارت اب. الكاتيجوري ده اسمه ايه؟ لينك ستيت. حاله اللينك يعني ايه حاله اللينك؟ مش ار واحد عنده مجموعه من اللينكس، سي مثلا عنده شبكه 11 00 اوفر 24، عنده شبكه 12 اوفر 24، عنده شبكه 13 اوفر 24. ار واحد يروح عامل ايه؟ يروح واخد الشبكات اللي عنده دي كلها ويحطها في باكت اسمها ال اس اي، يحطها في باكت اسمها لينك ستيت ادفرتايزمنت. لينك ستيت ادفرتايزمنت يعني اللينك ستيت ادفرتايزمنت ده هيبقى جواه ايه؟ هيبقى جواه اللينك ستيت. اللينك ده كتبسيط، تمام؟ يعني هيقول ان عنده شبكة اسمها 11 و 12 و 13 والحالة بتاعتها اب اب اب. الشبكات اللي اب عنده ايه ده؟ مش ده كده الراوتينج تيبل؟ كان في ناس تقول لي تقصدي بقى ان هو بيسند الراوتينج تيبل. لا، مش الراوتينج تيبل خالص. دلوقتي فور سمبلستي انا برسمه لكم بالمنظر ده، ان الباكت جواه الشبكات دي، تمام؟ لكن في الواقع ده بيبقى فيه كميه معلومات كتيره عن الداتا، حاجه اسمها كوست، حاجه كمان اللي هو ليست اوف نيبرز، نيبرز اللي وراه، مش عارف حاجات كتير، مش بس الكلمتين البساط اللي انا قلتهم دول، ده فور سمبلستي بس مش اكتر. تمام؟ ايه اللي بيبقى موجود جوه الداتا بيز اساسا؟ هتدرسوها بالتفصيل الممل ان شاء الله في السي سي ان بي. تمام؟ يقوم ار واحد يكري الباكت سميناها ايه؟ لينك ستيت ادفرتايزمنت، ويبعت ال ال اس اي دي لمين؟ لار 2. يبعتها لمين؟ ار 2. ار 2 يعمل ايه بقى؟ انا هفترض هنا ان ار 2 كمان كونكتد بار 3، وار 3 هو كمان بعت له ال ال اس اي بتاعته، يبقى دي ال ال اس اي بتاعت ار 1 ودي ال ال اس اي بتاعت ار 3. يقوم ار 2 يبدا يعمل تيبل كده عنده، التيبل ده اسمه لينك ستيت داتابيز. تيبل اسمه ايه؟ لينك ستيت داتابيز. جواه ايه؟ جواه ال ال اس اي بتاعت كل الراوترز، ال ال اس اي بتاعت ار 1 وال ال اس اي بتاعت ار 2 حتى بتاعته، تمام؟ وال ال اس اي بتاعت ار 3، ال ال اس اي بتاعت كل الراوترز اللي حواليه حتى نفسه، تمام؟ والعمليه متبادله، يعني ار 2 هو كمان هيجنريت لنفسه ال اس اي ويبعت ال ال اس اي دي لمين؟ لار 1. تمام؟ في النهايه كل الراوترز لازم يكونوا تبادلوا ال ال اس اي. في هنت بس هنا بسيطه، ار 1 وار 3 عمرهم ما يبقوا جرين لانهم مش دايركت كونكتد. ار 1 وار 3 ايه؟ عمرهم ما هيبقوا جرين. اي راوتر بروتوكول هندرسه في الكورس بتاعنا باذن الله، التو راوترز عشان ان هم يبقوا نيبرز لازم يكونوا دايركت كونكتد. الوحيد اللي استثناء من القاعده دي هو البي جي بي، غير كده اي راوتر بروتوكول لازم يكون التو راوترز ايه؟ دايركت كونكتد. يبقى ار 1 وار 3 جيران؟ لا، مش جيران، تمام؟ ورغم كده هيتبادلوا ب ال اس اي عن طريق ار 2، تمام؟ معنى كده ان في النهايه بعد ما يتبادلوا ال ال اس اي، مش ان اللينك ستيت داتا بيز دي هتبقى سنكرونايزد على مستوى شبكه الاو اس بي اف؟ الشبكه اللي قدامي دي هتبقى اللينك ستيت داتا بيز هتبقى سنكرونايزد على مستوى كلها. بمعنى اجي على ار 1 او ار 3 او ار 2 في امر كده بشوف بيه الداتا بيز، امر كده اساسا بشوف بيه الداتا بيز، اكتبه لو اتنقلت كده في التبات بتاعت الراوتر بحس ان انا ايه؟ كوبي وبيست من بعض، تمام؟ ار 1 بعت لار 2 زي ما اتفقنا ال ال اس اي، ار 2 هياخد ال ال اس اي بتاعه، هياخد ال ال اس اي بتاعت ار 2 وال ال اس اي بتاعت ار 1، يبعتهم الاثنين في باكج واحده، يبعتهم لمين؟ لار 3. بس الباكج دي بقى ساعتها بنسميها لينك ستيت ابديت، يعني الراوتر لما بيجنريت لنفسه بس بيبقى اسمها ال اس اي، لكن بتاعته وبتاعه غيره يعني تجميع كذا ال اس اي بنسميها ال اس اي لينك ستيت ابديت، تمام؟ وفي النهايه تاني ان الداتابيس دي لازم
لازم تكون سنكرونايز على مستوى الشبكه بالكامل. تمام. يقوم الخطوه اللي بعديها بقى، الراوتر هيبدا يتصرف ازاي؟ هياخد المعلومات اللي هنا دي اللي جوه التيبل ده لينك في داتا بيز، هتبقى جوه معلومات كتير عشان يوصل للراوتر الفلاني هيستخدم انترفيس ايه ونتورك ايه اللي عنده ومش عارف ايه. احنا اتفقنا ان انا شبهتها هنا تشبيه بسيط، لكن الجدول ده بيبقى فيه كميه معلومات كتير. تمام. هيبدا الراوتر يمسك الجدول ده كده عشان يرسم خريطه كامله، يرسم ماب، يرسم ايه؟ ماب، خريطه يشوف فيها الشبكه بتاعته من اولها لاخرها ماشيه ازاي. يعني كانكم مثلا عندكم خريطه والراوتر شايفها من فوق كده، عارف كويس قوي ار واحد، عارف كويس قوي ان ار اتنين وراه ار تلاته. تمام. ويبقى ده الفرق الرئيسي والجوهري ما بين اللينك ستيت وما بين الديستانس فيكتور والادفانس ديستانس فيكتور. بمعنى ايه؟ في الديستانس فيكتور انا شايفه مربع، تمام، بس انا ما اعرفش ايه اللي بيتم ورا مربع، انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل وراه. هو المعلومات اللي وراها ظهرت لي في الراوتنج تيبل اللي عندي، الشبكات اللي وراها ظهرت لي فين؟ في الراوتنج تيبل اللي عندي فيا مين، بس انا شايفاها فيا مين؟ من خلال مين؟ مربع. تمام. عشان كده في الديستانس فيكتور وفي ادفانس ديستانس فيكتور، نظرا لان انا بحس ان انا يعني نظري اعتدي على قدي، مش شايفه غير اللي بعدي بس، فانا ممكن يحصل عندي لوب. وشفنا ازاي بحل اللوب في الريب، وهنشوف ازاي باذن الله احل اللوب في الاي اي جي ار بي. انما الاو اس اف ما فيهوش احتماليه اساسا ان يحصل فيه لوب. ليه بقى؟ لان زي ما بقول لكم، انا متخيلاها كده، انا شايفه مروه وعارفه كويس قوي ان مروه وراها اسماء، وعارفه كويس قوي ان اسماء وراها نرمين، وعارفه ان كويس قوي ان نرمين وراها، عارفه كل واحده فيكم وراها ايه وكل واحد وراها ايه. تمام. يبقى انا تاني كل راوتر شايف ايه؟ خريطه كامله كده لكل اللي بيحصل حواليه، خريطه كامله لايه؟ كل اللي بيحصل حواليه. حد تاني مني كده في حاجه؟ تمام. الخطوه اللي بعد كده كده بقى، كل ده ايه؟ ستارت اب. الخطوه اللي بعد كده درو اتري فور ايتش نتورك يوزنج داش كسترا اللي احنا بنسميه شورت سباس فيرست الجوريزم. نفهم بقى ايه الكلام اللي انا كتبته ده. هفترض ان انا عندي راوتر التاني التالت، شبكة اكبر شوية من اللي انا عملتها قبل كده، ومتوصلين ببعض بكل الطرق الممكنة في ريداندنس، يعني عشان في النهاية اوصل لشبكة العشرات اللي تحت دي، ده ار واحد ار اتنين ار تلاتة ار اربعة، عشان تاني اوصل لمين؟ شبكة العشرات. ار واحد دلوقتي قدامه كام طريق عشان يوصل للعشرات؟ طريقين، ممكن يمشي كده وممكن يمشي كده. تمام. مش كل الراوتر زعل التاني ال ان اس اي، صح؟ عن طريق الالجوريزم اللي اسمه دايشكسترا. ايه دايشكسترا ده بقى؟ دايشكسترا ده الراجل اساسا عالم كده، ده اللي اساسا عمل الالجوريزم المعادله اللي بنحسب منها اللينك ستيت راوتنج بروتوكول. هو اللي عمل الالجوريزم اللي بنحسب منه الراوتنج بروتوكول بتاع من انهي كاتيجوري؟ اللينك ستيت. هو مش عامل الاو اس اف للدقه، اللي عامل بروتوكول الاو اس اف جون موي. جون موي. لكن اللي عامل الالجوريزم بصفه عامه سواء الاو اس اف او اللينك او الاي اس اي اس ده دايشكسترا. راجل كده بسم الله ما شاء الله، ممكن تعملوا عليه سيرش كده على النت، راجل كبير قوي قوي، الصوره اللي موجوده ليه على النت يعني كبير جدا قوي قوي، يعني داتا بيز دايس، بروجرامنج دايس، شبكات دايس، حاجه كده يعني، ويقول لك مش عارفه ان يعدي سن كام ما يتعلمش، ده حاجه كده وهميه. ايه؟ موسوعه فعلا بسم الله ما شاء الله عليه. تمام؟ ده ولسه عايش يعني. فقلنا تاني دايشكسترا بقى هيتصرف ازاي؟ هيمسك المعلومات اللي احنا شفناها جوه اللينك ستيت داتابيز ويرسم منها ماب، خريطه كامله، تمام، ويطلع منها البيست باث بناء على ايه؟ قيمه اسمها الكوست. قيمه اسمها ايه؟ الكوست. ايه الكوست ده بقى؟ قال لك الكوست ده هو المترك، بس في لغه الاو اس بي اف بنسميه الكوست. المترك في لغه الاو اس بي اف بنسميه ايه؟ الكوست. تمام. بيتحسب ازاي؟ لا لسه مش وقته، المحاضره الجايه، لا اللي بعديها ان شاء الله هنعمل لاب كامل عليها. تمام. فهنفترض ان هو حسب الكوست، لقى الكوست هنا 10
هنا 20، هنا 30 مثلا، هنا 30 كمان، whatever. ولسه بأكد معرفش اتحسبت ازاي. يعني مثلا المترك بتاع الرب عدد الهوبس الأقل، المترك أو الكوست بتاع الـ OSF بيحط في حساباته عامل السرعة بطرق معينة. تمام؟ R1 يبدأ يتصرف ازاي؟ هيبدأ يرسم خريطة، أو سوري يرسم شجرة، ادي R1 عشان يوصل للعشرات، ادي طريق وادي الطريق التاني عشان يوصل للعشرات، R1 R4 R3 هنا R2 R3، ويحط هنا قيم الكوست، يحط قيم ايه؟ الكوست. تمام؟ نقرا تاني بقى كده مع بعض. Draw a tree for each network. دي كده بنسميها تري. دي بنسميها ايه؟ تري. هيرسم شجره لكل نتورك عايز يوصل لها using the Dijkstra algorithm. Dijkstra بالمناسبه كان مسمي برضو الالجوريزم بتاعه shortest path first. اقصر طريق اولا. shortest path first. تمام؟ ومعروف على فكره ان الدايجكسترا من ضمن الالجوريزمز اساسا اللي بتعمل لود على البروسيسور، وده العيب الوحيد تقريبا لبروتوكول الاو اس اف. عيب بروتوكول الاو اس اف انه فعلا بيعمل لود عالي على البروسيسور ولود على الميموري، انما هو بروتوكول سريع جدا وبروتوكول فيه فيتشرز اكتر من رائعه. تمام؟ دي اللي هي ايه؟ تخيلوا بقى كمان في حاجه، تخيلوا ده بس ار واحد عشان يوصل لشبكه العشرات رسم الطريقين دول جوه الميموري. تمام؟ لكن اكيد كمان عايز يوصل للشبكات اللي ورا ار 4 والشبكه دي، وعايز يوصل للشبكه دي. فتخيلوا بقى ان ار 1 مطلوب منه ان هو يرسم تريز لكل نتورك عايز يوصل لها فيها كل الاحتمالات الممكنه. فيها ايه؟ كل الاحتمالات الممكنه. لود ولا لا؟ صح؟ وباكد تاني اساسا المشكله الرئيسيه كمان في بروتوكول الاو اس تي اف ان الدايجكسترا الجوريزم بيعمل لود على البروسيسور. تمام؟ بس انا عن نفسي بصراحه بحب بروتوكول الاي اس اي اس حاجه، الاو اس اف بيعمل لود ويفضل تقيل. الاي اس اي اس لعبه فيه بطريقه كده معينه، بحس انه في الاول بس في البدايه قاعد ستارت اب بيعمل لود وبعد كده بينزل خالص. تمام؟ في شويه فروق ما بين ده وما بين ده. تمام؟ طيب ده بالنسبه للمرحله دي. اخر حاجه بقى build the routing table using the highest ولا the lowest cost؟ the lowest. the lowest cost اللي هو كان انهي طريق في حالتي؟ اللي كان 10 و 20. تمام؟ كل ده at ايه؟ كل ده at startup. كل ده at ايه؟ تمام؟ يبقى نراجع كده الاول at startup مع بعض كان ايه اللي بيحصل؟ R1 هيبعت لR2 هيلو، R2 هيرد عليه هو كمان بيقول هيلو، والاثنين لازم يوافقوا على شويه شروط. والله وافقنا على الشروط دي هنبقى نيبرز وتمام ومفيش مشكله. ما وافقناش على الشروط خلاص هنبنج على بعض دايركت كونكتد، لكن اي حد ورا اي حاجه اي شبكه مش هيزحل جوه. تمام؟ بعد كده نيبر او داتا بيز اكستشينج. داتا بيز اكستشينج يعني ايه؟ يعني هيتبادلوا ال ال اس اي، وكل راوتر هيبيلد لينك ستيت داتا بيز جواها ال ال اس اي بتاعته وبتاعته غيره. وبعد كده يبدا يشغل على المعلومات اللي جوه الداتا بيز دي، يشغل على الالجوريزم اللي اسمه دايجكسترا عشان يطلع منه ماب كامله، خريطه كامله لكل اللي بيحصل حواليه. تمام؟ ميزه بروتوكول الاو اس اف ان اساسا ما فيهوش راوتنج لوب. ليه؟ لان زي ما قلت لكم تخيلوها كده ان الراوتر شايف تحتيه كل اللي بيحصل حواليه، رسم تحتيه كده خريطه شايف فيها ان انا مثلا لو مشيت عن طريق مروه وبعد كده مروه رمت الداتا على اسماء، لا انا عارفه ان ده هيسبب لي لوب، فيستحيل همشي الداتا بالطريقه. تمام؟ المرحلة اللي بعديها ات ايوه ات كونفرجنز. ايه ات كونفرجنز دي بقى؟ ستابيليتي. طب حد كده يفكرني الريب كان بيعمل ايه؟ ات ستابيليتي. لو ريب فيرجن 1 كان بيسند فول راوتنج تيبل برودكاست، صح؟ لو ريب فيرجن 2 كان بيعمل ايه؟ بيسند فول راوتنج تيبل مولتي كاست على 224.0.0.9، صح؟ ايه لازمتها؟ مش الشبكه اتبنت والدنيا ستيبل، ايه لازمه الابديت ده كله؟ الريب الاو اس اف بقى هيعمل ايه؟ قال لك اول حاجه ذا راوتر ويل سند
ال اس اي ريفرش ايتش 30 مينيت. الثانيه ذا راوتر ويل سنت هيلو از اكيد الايف ايتش هيلو انترفال. نمسك واحده واحده. اول حاجه ان الراوتر كنوع من الريفرش كده هيبعت ال اس اي بتاعته مش بتاع غيره، هيبعت ال اس اي بتاعته لبقيه الراوترز اللي هم جايين يعني كل قد ايه نص ساعه. كان في ناس تقول لي بس التايم ده كبير قوي الراجل حصل تشينج. لا ما خدوا بالكم من حاجه، انا بتكلم دلوقتي في المرحله بتاعه الاستابيليتي في الكونفرجن، لكن في مرحله التشينج لو حصل عندي تشينج الراوتر اساسا هيبعت ايه التغيير اللي حصل لحظيا، هيبعت ايه التغيير اللي حصل لحظيا. حد تاني لغايه دلوقتي؟ طب ليه عاملين حاجه تاني؟ انا عن نفسي بصراحه شايفه ان دي ملهاش اي لازمه في الحياه. والله لما يبقى يحصل تشينج ابعت التغيير اللي حصل وخلاص، ايه لازمه ان كل نص ساعه تبعت ال اس اي ريفرش؟ ده علشان زمان بروتوكول ال اس اي بالمناسبه من الثمانينات تمام؟ اول فيرجن اتعمل منه كان تقريبا على تذكر 87 تمام؟ بروتوكول قديم ما كانتش الشبكات ريلايبل بنفس المنظر اللي احنا فيه دلوقتي صح؟ وعلشان كده كانوا قلقين شويه، علشان كده خلوا الراوتر كل نص ساعه يعمل ايه؟ يبعت ال اس اي ريفرش. خطوه ملهاش اي لازمه في الحياه. بروتوكول الاي اي جي ار بي لما ندرسه باذن الله، الاي اي جي ار بي احدث من الاو اس اف، هنكتشف فيه اساسا ان هو ما بيعملش الخطوه دي خالص. والله وقت ما يحصل تشينج يبعت التشينج خالص. ملهاش لازمه ان كل فتره كده يروح باعت الابديت اللي عنده. تمام؟ مش بس كده، كل شويه هيبعت الهيلو كنوع من الكيب الايف. كل شويه ازيك يا مرض؟ ازيك يا مرض؟ ازيك يا مرض؟ كان عامل الكيب الايف ليه؟ علشان وقت ما تنام اعرف ساعتها ان هي نامت، ركزي معايا صح؟ يبقى كل راوتر هيبعت للتاني ايه؟ كل شويه بنسميها كل فتره بنسميها هيلو انترفول. قيمتها قد ايه الهيلو انترفول؟ لسه ما اعرفش عشان ليها سنرجيت تمام؟ كل شويه هبعت ايه؟ هيلو لجاري كنوع من الكيب الايف كانه من جاي ببلغ عليه اشوفه لسه قايم ولا حصل فيه مشكله. المرحلة اللي بعديها ات تشينج. ايه ات تشينج دي بقى؟ اللي هيحصل فيها ذا راوتر ويل سند فيرتشوال تريجرد ابديت. يعني ايه؟ لو حصل تغيير على الراوتر، الراوتر هيبعت الابديت اللي حصل تريجرد. تريجرد يعني ايه؟ لحظي. حصل تغيير دلوقتي ما استناش فتره الابديت اللي هي نص ساعه، لا حصل تغيير ده ايه دلوقتي. وبرتشوال، برتشوال يعني ايه؟ جزئي. ايه اللي يخليني زي الريب العادي لما يحصل تغيير يسند الفود راوتنج تيبل؟ ايه لازمته؟ التغيير اللي حصل بس هو اللي يتباهي بس وجديد. واضحه؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. انهي بروتوكول بقى هنركز عليه في اللينك ستيت؟ انهي بروتوكول من دول اللي علينا؟ الاو اس تي اف. open shortest path first. يعني ايه open shortest path first؟ سؤال. يعني ايه open shortest path first؟ يفتح الشورت الشورت اللي هي اللاين اللي فيه شورت اللي عامل انت عصر طريق اولا صح؟ لا هي مش معناها كده خالص، مش حوار ترجمه تمام؟ امال معناها ايه؟ فاكرين من بالظبط من شويه الالجوريزم اللي اتكلمنا عنه اسمه الجوريزم ايه؟ دايشكسترا على اسم الراجل اللي عمله. ودايشكسترا كان مسميه برضو اسمه ودايشكسترا كان مسميه شورت ستاسل صح؟ ثانية واحدة اجيب مية برضه. تاني قلنا تاني زي ما مروه قالت كده فعلا ان الالجوريزم اللي اسمه شورت ستاسل عباره عن اوبن سورس كود. عباره عن ايه؟ open source code. يعني ايه open source code؟ يعني اي فيندور يقدر ان هو ياخد الالجوريزم ده ويشغله على الديفايسز بتاعته. سيسكو اخذت الاو اس بي اس ده او الشورت ستاسترز ده ظبطته بحيث يشتغل على الراوترز بتاعتها. مايكروسوفت ما انا ممكن برضو اشغل على ويندوز سيرفر 2003 كان مديني امكانيه ان انا اشغل على ايه؟ او اس بي اس تمام؟ جينيفر، هواوي، اي شركه من الشركات دي تقدر تاخده وتظبطه بحيث ان هو يشتغل على الفيندور بتاعها. open source code تمام؟ طيب تعالوا نفتكر مع بعض كده بقى الهيلو. الهيلو قلنا ان دي باكت كده بتتبعت ما بين الراوترز صح؟ هي بتستارت اب وكل شويه
وشبهناها كده ان الهيلو دي عباره عن صندوق. عباره عن ايه؟ صندوق. الصندوق ده جواه ايه؟ جواه قلنا ان اول حاجه الريت، رقم بطاقه الراوتر اللي بيتحسب ازاي لسه ما اعرفش، تمام. جواه حاجه اسمها بريورتي، جواه حاجه اسمها اريا اي دي، جواه سبنت ماسك اند نتورك اي دي، جواه ريد اوف ديزيجنيتد راوتر اللي بنسميه دي او، جواه ريد اوف باك اب ديزيجنيتد راوتر اللي بنسميه بي دي او، جواه الهيلو انترفل، جواه الديد انترفل، جواه الاوثنتيكيشن، جواه الاوثنتيكيشن. تمام. يبقى تاني الهيلو جواها كل العناصر دي. طب انا هركن بقى دلوقتي كل واحده من الحاجات دي، لان احنا تقريبا اللي نقدر نستوعبه في دول السبنت ماسك والنتورك اي دي، صح؟ الهيلو انترفل، الديد انترفل، والاوثنتيكيشن، والاوثنتيكيشن تايب. الباقي ده انا مش فاهمه منه ولا كده، تمام. فهنبدا نشرح دلوقتي كده سيناريو ونرجع تاني للكومبوننت دي اساسا او للكونتنت ده، هنلاقي ساعتها كله بالنسبه لنا هيبقى كده، تمام. يبقى نركن ده دلوقتي. طيب الاو اس بي اف بيعرف عندي الشبكات لثلاث انواع من الشبكات، بيعرف كل انواع الشبكات لكام نوع؟ ثلاث انواع من الشبكات، تمام. هنتكلم دلوقتي على نوعين منهم وهنجيب سيره التالت حاجه بسيطه، وهتاخدوه باذن الله في اخر الكورس خالص، بس مش ديتيلز قوي، وهتدرسوه بالتفصيل الممل في السي سي ان شاء الله، تمام. ايه هي نوعين الشبكات اللي علينا في الجزء ده؟ نوع من انواع الشبكات اسمه بوينت 2 بوينت، ونوع تاني اسمه برودكاست سيجمنت، تمام. بوينت تو بوينت يعني ايه؟ يعني تو راوترز متوصلين بكابل السريال، متوصلين بايه؟ كابل. فاكرين الكابل السريال هو راح فين؟ الكابل الازرق اللي تحت ده، تمام. ده اللي اسمه ايه؟ بوينت تو بوينت. ده اللي اسمه ايه؟ بوينت تو بوينت. يعني انا دلوقتي لو تو راوترز متوصلين بكابل ايثرنت، ده بوينت تو بوينت؟ لا، ده برودكاست. طالما ايثرنت، طالما تكنولوجي الايثرنت، يبقى برودكاست على طول، تمام. فاللي هيحصل هنا ان ار واحد هيبعت لار اتنين ال LSE، وده هيرد عليه بال LSE وانتهينا. ده يبعت ده طبعا الهيلو في الاول، وبعد الهيلو هيبعت له ايه؟ LSE، وار اتنين يرد عليه بال LSE وخلاص انتهينا، تمام. البرودكاست سيجمنت معناه ان انا عندي برودكاست سيجمنت والراوترز بتاعتي متوصله عليه. ادي راوتر واحد، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. ادي ار 1 ار 2 ار 3 4 5. ايه السلكه اللي في النص دي؟ السلكه دي اول ما تشوف المنظر ده مرسوم تعرفوا على طول ان ده سويتش، والسويتش موزع على كده على راوتر. يبقى الايثرنت سيجمنت دي معناها ايه؟ ان ده عباره عن ايه؟ سويتش، والسويتش موزع على مين؟ على كده. تقط في ايه؟ سويتش، تمام؟ شمال باص. لا 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 لا، ما عشان كده قلت انا عارفه ان في ناس هتفكر ان بص الباص خلاص انقرض، تمام؟ تعالوا نشوف الاول ايه السيميلارتيز ما بين الاثنين، ايه الحاجات الكومن المشتركه ما بين الاثنين. اول حاجه ان الهيلو في الاثنين هتتبعت على المولتي كاست ادرس 224.005. الهيلو في الاثنين هتتبعت على مين؟ المولتي كاست ادرس كام؟ 224.005، تمام؟ ايه كمان مشترك؟
انهدوا انترفال في الاثنين هيبقى قامته 10 ثواني. هيبقى قامته كام؟ 10 ثواني. طب والديد انترفال هيبقى قامته كام؟ 4 تايمز الهيلو. 4 تايمز الهيلو يعني كام؟ 40 ثانية. طب ليه ما قلتش 40 ثانية وكبرت دماغي؟ ليه لا دي يعني لازم اقول 4 تايمز الهيلو؟ لاني لو غيرت الهيلو، الهيلو انترفال بيأثر على الديد. بمعنى لو انا جيت دلوقتي على الراوتر خليت الهيلو انترفال 5 ثواني لوحده هلاقي الديد انترفال كام؟ 20 ثانية. العكس لا، لو انا غيرت الديد ما بيغيرش الهيلو، لكن لو غيرت الهيلو بيغير مين؟ الديد. واضحه كده؟ تمام. عشان كده قلنا تاني ان الديد انترفال قامته كام؟ 4 تايمز، 4 مرات الهيلو. دي الحاجات الكومن المشتركه ما بين الاثنين. تمام. ايه الحاجات المختلفه بقى؟ قلنا تاني في التوبولوجي اللي هو البوينت تو بوينت، ار 1 هيبعت لار 2 ال اس اي، ار 2 رد عليه بال اس اي وانتهينا خلاص. تمام. انما في شبكات البرودكاست سيجمنت، ار 1 مطلوب منه يبعت الهيلو لمين؟ انا اسال ال اس اي لمين؟ لار 2 والار 3 وكوبي الار 4 وكوبي الار 5 صح؟ ار 2 مطلوب منه يبعت ال اس اي لمين؟ لار 3 والار 4 والار 5 والار 1. ايه وجع القلب ده؟ صح؟ عشان كده قال لك كعمليه تنظيميه لا 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 مش نافعني ده خالص. احنا لازم ننظم العمليه دي بحيث يبقى في عندي ريس كده للقعده. بحيث يبقى عندي ايه؟ ريس للقعده. الريس ده بنسميه دي ار، ديزيجنيتد راوتر. ديزيجنيتد راوتر يعني راوتر منتخب. ديزيجنيتد راوتر يعني ايه؟ راوتر منتخب. تمام؟ ونائب للرئيس عشان الريس لو وقع اللي هو بي دي ار. يبقى رئيس بنسميه دي ار وباك اب بنسميه ايه؟ بي دي ار. ليه عملنا حاجه زي دي؟ الاوز بي اف في منه 3 فيرجن. الاوز بي اف في منه كام؟ 3 فيرجن. فيرجن 1 وفيرجن 2 دول المخصصين لاي بي فيرجن 4. فيرجن 3 هناخده قدام باذن الله، ده اللي مخصص لاي بي فيرجن 6. تمام؟ اول ما طلع الاوز بي اف كان اتعمل عليه فيرجن 1، ما استمرش كتير، فتره بسيطه جدا وما اتعملوش حتى امبلمنتيشن، يعني ما نزلش على ارض الواقع. كان مشكلته في ايه؟ ان زي ما قلت لكم كل راوتر كان مطلوب منه يبعت ال اس اي لمين؟ لكل الراوتر. تمام؟ تعالوا نشوف مشكله ده ايه؟ طبعا بغض النظر عن ايه؟ ان كل راوتر ساعات هيبقى عنده اكتر من كوبي من اللينك ستيت داتا بيز، وهي في النهايه واحده. صح؟ مش ار 1 بعت لار 2 وار 1 بعت لار 5؟ وار 5 لما جه يبعت لار 2 بعت له بتاعت ار 5 وبعت برضه بتاعت ار 1. تاني. تاني عشان الناس اللي تاهت. ار 1 بعت ال ال اس اي بتاعته لمين؟ وبعتها لمين؟ خلينا بس دي عشان ايه؟ ما نكبرش الدنيا قوي. تمام؟ ار 5 بعد كده بعت ال ال اس اي بتاعته وبرده بتاعت ار 1 اللي كانت جات له. مش ار 2 اوريدي كان عنده كوبي من الـ من ال اس اي بتاعت ار 1؟ بقى عندها دلوقتي كام كوبي من ال اس اي بتاعت ار 1؟ ده انا مسكت جزء بسيط، انا شرحت على جزء بسيط. صح؟ تعالوا ناخد السيناريو الثاني الاغبى برضو. تخيلوا دلوقتي ان انا بقى عندي راوتر جديد اتوصل في الشبكه، راوتر 6. راوتر 6 ده اول ما هيدخل في الشبكه هيبعت مسج اسمها ال اس ار لينك ستيت ريكويست. مش هيستنى نص ساعه علشان يجي له ابديت، فهيبعت ايه؟ لينك ستيت ريكويست، يقول لهم يا جماعه ابعتوا لي الابديت اللي عندكم، اللينك ستيت داتا بيز اللي عندكم. تمام؟ مين اللي هيرد عليه؟ ار 1 وار 2 وار 3 وار 4 وار 5. مش احنا اتفقنا ان اللينك ستيت داتا بيز بتبقى سنكرونايز هي نفسها واحده؟ تمام؟ يعني معنى كده ان ار 6 استلم 6 5 كوبي من نفس الداتا بيز. استلم ايه؟ 5 كوبي من نفس الداتا بيز. تعالى اشبهها لكم بحاجه. نرمي مثلا غايبه وبعد كده جت المحاضره اللي جايه. تمام؟ هو انتوا عملتوا ايه المره دي؟ كلكم مع بعض قلتوا نفس الحاجه. هي انطباعها هيبقى ايه؟ بغض النظر كمان ان هي مش هتفهم حاجه، هتحس ان الدنيا اتطبقت فوق دماغها. كل ده اخدتوه، ما احنا كلنا في النهايه بنقول لها نفس المعلومه، بس انا قلت مره قال بصراحه قال مش عارف كله قال. تمام؟ فهتحس ان الدنيا اتطبقت فوق دماغها. لكن لو احنا اتفقنا من اولها يا جماعه لو سمحتم لما تيجي ما حدش يقول احنا اخدنا ايه، انا بس اللي هقول. هي دخلت اخدتوا ايه المره اللي فاتت ايه؟ ولو انا ما قلتش الفيديو، ولو انا ما قلتش ايه؟ الفيديو اريو. الفيديو اريو مين بقى الفيديو اريو؟ اي اللي جنبه على طول.
مش كده؟ تمام؟ يبقى فعلا الريس هيقول لو الريس كان وقع البي ار هو اللي يقول. بالظبط. اللي هيحصل بقى للدقه فعلا يا اسماء زي ما انت قلتي كده، ان دلوقتي ار واحد وار كل الراوترز يعني هيبعتوا ال ال اس ال مين؟ للدي ار، وكوبي للبي دي ار. ليه؟ عشان الدي ار لو وقع ده هيمسك مكانه، هيبقى الدي ار مكانه. تمام؟ يبقى تاني كل الراوترز مطلوب منها تبعت ال ال اس ال مين؟ للدي ار. وها؟ والبي دي ار. تمام؟ يقوم الدي ار بقى يشوف كل واحد ناقصه ايه ويبعته له، يا ار 2 خد اهو، يا ار 5. يبقى احنا كده نظمنا العمليه ولا لا؟ صح؟ طيب اول ما بيحصل الكشن انتخاب للدي ار والبي دي ار، وهنعرف دلوقتي الانتخابات بتتم ازاي. اول ما بيحصل الكشن للدي ار والبي دي ار، الاثنين راوتر دول دونا عن الباقي كله بيلسنوا على 224.006. بيلسنوا على كام؟ بلس ان هما بيلسنوا على 224.005 عشان الهلو. يبقى كل الراوترز بتلسن على 5 انكلودنج الدي ار والبي دي ار، والدي ار والبي دي ار لوحدهم بيلسنوا على اي بي زياده اللي هو 6. يقوم دلوقتي كل الراوترز تبعت الكوبي من ال ال اس اي بتاعتها لمين؟ ل 224.006. مين اللي رامي ودن على الاي بي ده؟ مين اللي بيلسن على الاي بي ده؟ الدي ار والبي دي ار. الدي ار ايه؟ والبي دي ار. تمام؟ يقوم الدي ار زي ما اتفقنا يبدا ان هو يشوف كل واحد ناقصه ايه ويبعته له على كام؟ على 224.005. على 224.00 كام؟ 5. مش كده كده، هقول لك على حاجه، لا مش مع الهلو، بس اقصد مش كده كده بقيه الراوترز كلها بتلسن على 5؟ ايه اللي يخليكي تختاري اي بي جديد؟ وتخليهم يلسنوا على الاي بي جديد؟ ما هم كده كده بيلسنوا على 5. ابعت لهم الهلو على 5، وابعت لهم ال ال اس اي برضو على 5. واضح؟ وده كان التحديث اللي اتعمل في الاو اس اي فيرجن 2. ايام الاو اس اي فيرجن 1 ما كانش عندي حاجه اسمها جي ار وبي ار. تمام؟ سنه بالظبط والفيرجن الثاني نزل ظبطوا فيه الحوار اللي كان بيحصل ده، لان زي ما قلت لكم لو كان راوتر جديد لسه داخل هنا وبعت لينك ستيت ريكويست، مين هيرد عليه؟ ايام الاو اس فيرجن 1 كلهم هيردوا عليه، هيروح مهندس كده لو ان هو بيفضل له مثلا مهندس يجي 5 دقائق كده لغايه ما يكتشف ان هم كلهم نفس المعلومه. ايه لازمك؟ صح؟ سنه بالظبط وظبطوه وعملوا اوس بي فيرجن 2، وده اللي احنا شغالين بيه لغايه دلوقتي في اي بي فيرجن 4. تمام؟ وفي الاي بي وفي الاوس بي فيرجن 2 ظبطوا العمليه بحيث ان يبقى في عندي دي ار وبي دي ار. تمام؟ وبقيه الناس بالمناسبه اسمهم دي ار اذر. عامه الشعب بقى بنسميها ايه؟ دي ار اذر. رئيس نائب رئيس وبعد كده في الدي ار اذر. واضحه؟ تعالوا نشوف بقى دلوقتي ازاي اساسا بيتم او بيحصل عمليه الالكشن الانتخاب للدي ار والبي دي ار. هنكتشف ان عمليه الالكشن للدي ار والبي دي ار كوبي وبيست من عمليه الانتخابات اللي موجوده فعلا على ارض الواقع. تمام؟ نشوف بقى ازاي دلوقتي كده. الايه؟ هنشوف دلوقتي، هنشوف بس ما تودوناش في ده الله يكرمك. طيب how to elect a DOR. أول حاجة the first router that comes up within 40 seconds. الراوتر اللي هيقوم الأول يعني بمعنى اللي هيشتغل عليه الـ OSPF الأول. تمام؟ هيفضل كده مستني جايز حد يشارك معاه في الانتخابات، هيفضل ساكت عليهم قد ايه؟ 40 ثانية. طب عدى 40 ثانية ومحدش شارك في الانتخابات، هينتخب نفسه، هيإلكت نفسه ان هو الرئيس. مش فاهم، مثلا عندي دلوقتي دول كده مثلا في 5 راوترز اهو. تمام. 5 شغالين دلوقتي. وانا جيت على على ار 3 ده وشغلت عليه الوسط، وعلى ما رحت الار 4 كان عدى 40 ثانية. تمام؟ يبقى هو ده اللي هيبقى مين؟ هو ده الدي ار. تمام؟ شغلت واحد تاني قبل ال 40 ثانيه. قبل ال 40 ثانيه يحصل بينهم طاي، هنشوف هي هتكسر الطاي ازاي. انما لو ما حصلش طاي اللي هيقوم الاول في خلال قد ايه؟ 40 ثانيه. تاني واحد بعد ال 40 ثانيه هيبقى هو البي دي ار. هيبقى هو مين؟ البي دي ار. تمام؟
طب لو حصل طيب زي ما انت بتقول كده، يعني معنى كده ان في عندي تو راوترز قاموا مع بعض او اكتر من راوتر اشتغل عليهم الاو اس اف مع بعض، قاموا مع بعض رسبت الراوترز وقامت مع بعض، ما هو كده كده شغال عليها الاو اس اف، هيحصل طيب. مين ساعتها اللي يكسر الطيب؟ قال لك الراوتر اللي ليه بريوريتي اعلى. ذا راوتر with the highest priority. ايه البريوريتي دي؟ رقم من 0 لغايه 255. الرقم من كام لكام؟ من 0 لغايه 255. الديفولت واحد عليهم كلهم، واحد 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 كلهم باي ديفولت البريوريتي عليهم بكام؟ بواحد. بس انا كادمن شايفه ان ار 5 هو اللي يستاهل اكتر ان هو يكون الدي ار، تمام؟ اعمل ايه؟ اعلي عليه البريوريتي. اعمل ايه؟ اعلي عليه البريوريتي، هخلي سي مثلا عليه البريوريتي بخمسه، هيبقى هو دي ار؟ لا. لو قعدت 100 سنه استنى ان هو يبقى دي ار مش هيبقى. ليه؟ مش في رئيس؟ الرئيس اللي بيقعد على الكرسي ما بيقومش، تمام؟ فهنتعلم ازاي نخلعه بقى، تمام شويه؟ هنتعلم ازاي نشيله كده. ايه؟ احنا اتفقنا نفس سياسه الانتخابات اللي موجوده على ارض الواقع، الرئيس اللي قاعد على الكرسي ما بيقومش تاني، تمام؟ فعشان كده هنتعلم ازاي نوقع الدي ار. طب اول ما الدي ار يقع مين ساعتها اللي هيبقى الدي ار؟ بالظبط البي دي ار. الرئيس وقع، نائب الرئيس يبقى هو ايه؟ الرئيس بديله، وساعتها ار 5 هو اللي هيبقى البي دي ار بقى، صح؟ فما تقعوش في نفس الغلطه تاني، تمام؟ وقعنا واحد يبقى نوقع السيستم بالكامل، وقعنا الرئيس يبقى ايه؟ نائب الرئيس هو كمان يقع، عشان ساعتها بقيه الناس الدي ار اذرز مش هم كده كلهم مع بعض قايمين مع بعض في نفس الوقت؟ يبقى مين اللي قام الاول في خلال 40 ثانيه؟ حصل فيها طاي. بدات توضح يعني ايه حصل طاي؟ ان هم كلهم قايمين مع بعض؟ حصل طاي، يبقى يبص على مين؟ البريورتي الاعلى. مين اللي ليه بريورتي اعلى؟ ارخص. هيبقى هو ده الدي ار. وضحت؟ هو في هنت بسيطه جدا جدا اصلا يا صلاح، هنت بسيطه قوي يعني. انت كنت قلت لي دلوقتي من شويه ان الراوتر الاقوى هو ده اللي يبقى دي ار، صح؟ لا مش شرط خالص على كده. لانك قدام زي ما اتفقنا هتكتشف ان الداتا بيز هتبقى واحده على الكل، تمام؟ كون ان الداتا بيز واحده على الكل يبقى مش هيفرق معايا مين هو دي ار ولا مين هو دي ار. في بعض انواع الديزاين ده لو هنتكلم على الهاردوير والامكانيات، لكن في بعض انواع الديزاين فعلا يهمني جدا راوتر معين هو ده اللي يبقى دي ار، انما غير كده لا، تمام؟ ملوش علاقه يعني بامكانيات الهاردوير، تمام؟ الراوتر بقى اللي هخلي عليه البريورتي زيرو هيفضل طول حياته دي ار اذر، عامة الشعب مش هيقدروا اصلا يشارك في الانتخابات. فقلنا تاني لو انا جيت على ار 5 دلوقتي عليت عليه البريورتي، تمام؟ طالما في دي ار وبي دي ار يستحيل هو اللي هيبقى مين؟ الدي ار، تمام؟ واي راوتر هخلي عليه البريورتي بزيرو هيبقى ايه؟ هيفضل طول حياته دي ار اذر، عمره ما هيشارك في عمليه الانتخابات. وبالمناسبه في التوبولوجي بتاع البوينت تو بوينت في دي ار وبي دي ار؟ لا العمليه مش محتاجه. ليه؟ زي ما قلنا ار 1 هيبعت ال اس ال ار 2 وار 2 هيبعت ال اس اي ل ار 1، فما فيش اصلا حاجه اسمها دي ار وبي دي ار، وعشان كده البريورتي عليهم دايما بصفر، رغم اني قلت لكم ان البريورتي باي ديفولت كام؟ واحد، الا في البوينت تو بوينت البريورتي باي ديفولت كام؟ وهتفضل صفر حتى لو انا عدلتها ولا كاني عملت حاجه، هتفضل صفر عشان يضمن باستمرار ان مفيش لا دي ار ولا بي دي ار، تمام؟ هنت كمان بس على التوبولوجي بتاع البوينت تو بوينت، فاكرين في اول اليوم لما قلت لكم البريفكس لازم يكون نفس القيمه؟ ده سيناريو ينفع؟ لا، هنا في البوينت تو بوينت ينفع. لو انا خليت البريفكس هنا بقيمه والبريفكس الناحيه الثانيه بقيمه ثانيه هينفع مش هيقول لا، بس طبعا مش ريكومندد نهائي. تمام؟ طب افرض دلوقتي حصل توي، بمعنى ايه؟ مش احنا لسه قايلين اساسا ان البريورتي باي ديفولت واحد على كل الراوتر؟ طب لو انا سبت ده كده تاني واحد، تمام؟ وقلنا تاني الدي ار وقع والبي دي ار وقع، التلاته دول هيبداوا يحصل ما بينهم الكشن يختاروا مين هو الدي ار والبي دي ار الجديد، تمام؟ مين اللي قام الاول في خلال 40 ثانيه؟ كلهم قايمين اهو، حصل صوت، هيبص على البريورتي الاعلى، صح؟ انا سايبهم كلهم على الديفولت،
صح؟ فلازم حاجة تانية تكسر الطاي. مين اللي هيكسر الطاي بعد كده؟ قال لك ذا راوتر with the highest rate. الراوتر اللي ليه اعلى ايه؟ ريت. ايه الريت ده بقى؟ قلنا في اول اليوم ان هو رقم البطاقة. تمام؟ ورقم البطاقة ده على فكرة بيتمثل في 32 بت. بيتمثل في كام؟ في 32 بت. في حاجة مشهورة قوي بتتمثل في 32 بت. ويوه ده لا ثواني ده سيسكو مش مايكروسوفت ما دخلش الاثنين في بعض. ها اللي بيتمثل في 32 بت الاوديو هتتمثل في 32 بت. الاي بي صح؟ الاي اسمه ايه ده؟ الاي بي فعلا 32 بت والريد هو كمان 32 بت. على الاورجان على ايه؟ مش مشكله بس مش فضايح. ماشي قلنا تاني الريد ده عباره عن ايه؟ يوم 32 بت. تمام؟ يعني يصلح ان هو يكون اي بي راوتر. للدقه بقى الريد ده بيتحسب ازاي؟ مانيوالي كونفيجر. يعني ايه مانيوالي كونفيجر؟ يعني انا بنفسي هاجي على الراوتر واقول له يا راوتر انت الريد بتاعتك كذا. يا راوتر ايه؟ انت الريد بتاعتك كذا. تمام؟ طب لو انا ما كنتش حطيت الريد بايدي، اصل الراوتر لازم يبقى له ريد. الراوتر ماست ان يبقى له ريد ويونيك على مستوى شبكه الاو اس اف بالكامل. عشان كده في حتى ابلكيشن بتجنريت ريد كل وظيفتها في الحياه هي ايه؟ تطلع ريد راندوم كده عشان اتاكد دايما باستمرار ان مفيش تو راوترز ليهم نفس الريد. لان لو تو راوترز ليهم نفس الريد الراوتر الاولاني هيدخل في الشبكه الراوتر الثاني هيقع في الشبكه. تمام؟ لو انا ما حطيتش ريد بايدي هيبص على مين؟ ذا هايست اي بي اوف لوب باك اعلى اي بي للوب باك مش انترفيس عادي. اعلى اي بي لمين؟ للوب باك انترفيس. طب لو انا ما كنتش كريت لوب باك على الاو اس بي اف هيبص على مين؟ ذا هايست كده صح اي بي اوف فيزيكال انيبل انترفيس. اعلى اي بي ايه؟ الانترفيس حقيقي بس يكون انيبلد ما يكونش شت داون. يكون ايه؟ انيبلد. حتى لو اللوب باك انا مش مشغل عليه الاو اس بي اف. حتى لو الانترفيس الحقيقي انا مش مشغل عليه الاو اس بي اف. هيبقى برضه هو ده رقم البطاقه بتاع الراوتر. تمام؟ بمعنى ايه تاني؟ مانيوالي كونفيجرد يعني ايه؟ انا اللي هحط الريت بايدي ومش شرط ان هو ياخد شكل اي بي. بمعنى ينفع ده اي بي؟ ده يصلح ان هو يكون اي بي؟ لا، لكن يصلح ان هو يكون ريد. لكن يصلح ان هو يكون ايه؟ ريد. هو بس واخد شكل اي بي يعني عشان بس يتمثل في 32 بت مش اكتر. تمام؟ ده لو انا هحطه بايدي. طيب لو انا ما حطيتش اي بي بايدي او الريد بايدي هيبص على اعلى اي بي لوب باك مش انترفيس حقيقي، هيبص على مين؟ اعلى لوب باك حتى لو ما كنتش شغلت عليه الاو اس اف. لو مفيش لوب باك هيبص على الانترفيس حقيقي حتى لو ما كنتش شغلت عليه الاو اس اف. ليه بيفضل اللوب باك؟ لان اللوب باك دايما قايم. اللوب باك ايه؟ الكونكشن الحقيقي. اه يعني لا تاني يعني ايه مش فاهمه. فاكر اصلا لما كنت قلت لكم زمان اللوب باك ده يعني هنستخدمه حتى هذه اللحظه ايام ما قلت لكم كده يعني كتست، لكن قدام هتكتشف ان ليه استخدامات كتير. حاجه زي دي اللوب باك في سيسكو غير مايكروسوفت. اللوب باك في سيسكو فعلا بيتذاع على مستوى الشبكه وفعلا بنحتاجه في سيناريوهات كتير، مش حاجه بس كده كتست وخلاص، بنحتاجه كتير جدا. تمام؟ زي مين؟ ليه هنا بيفضل اللوب باك اساسا؟ لان اللوب باك ده انترفيس وهمي عمره ما هيقع، لكن الانترفيس الحقيقي لو وقع وجيت بعد كده رسبت الراوتر الريد هيتغير، والريد لو اتغير في كونفيجريشن ممكن تتاثر بيه وساعتها الدنيا هتقع. تمام؟ عشان كده ده بيفضل مين؟ اللوب باك. والافضل والافضل انت اللي تعمل له هارد كود بايدك، انت اللي تقول له انت يا راوتر الريد بتاعك كذا مانيوال كونفيجرد. تمام؟ فور اكزامبل تعالوا نشوف سيناريو يعني يعني ايه الكلام اللي انا قلته ده. يجي لك حتى سؤال في الدوري يقول لك ان في راوتر كتب عليه الامر شو اي بي انترفيس بريف، لقى الراوتر ده عليه لوب باك 0 لوب باك 1
فاست زيرو على زيرو، فاست وان على زيرو. مثلا اللوب باك ده اي بي هاته واحد 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 واحد، اللوب باك ده اي بي هاته مثلا اتنين 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 اتنين، ده اي بي هاته عشرات وده اي بي هاته 11. ويقول لك اصلا في السؤال ان هو الراوتر ده ما حطش عليه ردة ايده، مانيوال اللي كونفيجرد ما عملش، تمام، وشغل او اس تي اف على الراوتر ده، الرد بتاع الراوتر هيبقى كام؟ ما تقوليش بقى نوتباك واحد، تقول لي ايه؟ اتنينات. تمام؟ اصل كان في ناس مفكره ان الرقم ده بقارن بالرقم ده، لا ملوش دعوه خالص، ان شاء الله حتى يكون الرقم ده صفر والرقم اللي فوق هو اللي 10 مثلا، ماليش دعوه، انا ببص على مين؟ قيمه الاي بي ذات نفسه، يبقى هو ده الرد. تمام؟ طب لو ده مش موجود وده مش موجود، ما كنتش كريت لوب باك، هيبص على مين ساعتها؟ اعلى اي بي على انترفيس حقيقي يكون انيبل، اللي هو مين ده؟ ده ساعتها هيبقى الريد. هو بيقارن ازاي؟ بيبص على الليست سيجنيفيكانت بت اللي ناحيه الشمال، حصل طاي صح، يبص على اللي بعديها، حصل طاي ولا لا؟ ما حصلش طاي، يبقى 11 اه. دايما بيبص من ناحيه الشمال، حصل طاي يبص على الرقم اللي بعديه، حصل طاي يبص على اللي بعديه، عشان يعرف يقارن مين هي القيمه الاعلى. ها حد تايه مني كده في حاجه؟ تمام، دي الطريقه اللي بنحسب بيها مين؟ الدي ار والبي دي ار. يبقى تاني اللي هيقوم الاول في خلال 40 ثانيه، لو حصل طاي الراوتر اللي ليه اعلى ريد باي ديفولت هيحصل طاي، لان الريد عليهم كلهم بواحد. تمام؟ ساعتها مين اللي يكسر الطاي؟ الراوتر اللي ليه اعلى ريد، احنا قلنا ان وان اوت ريد بريورتي نفس. تمام؟ حصل طاي في البريورتي يبص على مين؟ على ريد. الراوتر ماست يبقى له ريد، واكيد ده هيكسر الطاي. ليه؟ لان مفيش تو راوترز على مستوى شبكه الاوس بالكامل بيكون ليهم نفس الريد. تمام؟ الراوتر بقى اللي شارك عمليه سوري الراوتر اللي بقى دي اور، قلنا لو بالطبل البلدي مش خلاص بقى رايس. تمام؟ انا عايزه اخلعه، عايزه اقول له لا سيبها بقى، سيبها لحد تاني. اعمل ايه؟ في كذا طريقه. الطريقه الاولانيه ان انا اجي على الدي ار والبي دي ار، اجي على مين؟ الدي ار والبي دي ار، لان لو عملت الكلام ده على الدي ار بس، البي دي ار هيقلكت نفسه مكانه حتى لو كان في واحد تاني يستحق اكتر. تمام؟ اجي على الاثنين اعمل عليهم ريلود. ريلود يعني ايه؟ ارسته على ما يترستوا ويقوموا باقي الراوترز هيكونوا حاسوا ان مفيش لا دي ار ولا بي دي ار، يبداوا يقلكتوا واحد من اول وجديد. صح؟ بس الريلود في السيف كنتوا شفتوا قبل كده لما كنت برست الراوتر قدامكم كان بياخد وقت قد ايه؟ بياخد وقت طويل، صح؟ خصوصا كمان لو عليه سيرفيسز كتير، ممكن يقعد بالخمس دقايق وبالربع ساعه بيقوم على حسب السيرفيسز اللي شغال عليه بال 10 دقايق. تمام؟ بدل ما رست الراوتر ككل، ايه رايكم؟ ارست البروسيس بتاعت الاو اس تي اف بس. ارست ايه؟ البروسيس جزئيه الاو اس تي اف بس. ازاي؟ على الدي ار وعلى البي دي ار هقول له كلير اي بي او اس تي اف بروسيس. هقول له ايه؟ كلير اي بي او اس تي اف بروسيس. رست لي جزئيه الاو اس تي اف بس. بيقعد تقريبا ثانيه. بس انا مش بريكومند الطريقه دي بصراحه، لان من كتر سرعتها ما بيلحقش يديتكت صح. تمام؟ في طرق تانية؟ اه. زي ايه؟ على سبيل المثال ايه رايكم لو انا قفلت الانترفيس ده شوت داون وده كمان شوت داون؟ تمام؟ قفلت الانترفيس بعد كده فتحت الانترفيس. الاول لما انا قفلت التو انترفيس دول ايه اللي هيحصل؟ الثلاثه راوتر دول هيديتكتوا ان مفيش كده بقى معاهم دي ار، فهيبداوا يقلكتوا واحد جديد، سواء بقى عن طريق كونت الدي ار البريورتي او سواء عن طريق كونت الريد وات ايفر. المهم ان هم هيقلكتوا واحد جديد. فهفترض دلوقتي ان هم اختاروا ار 5 ده اللي يبقى النيو دي ار. جيت انا بعد كده فتحت البورد ده نو شت داون. الراوتر هيدخل بوظيفته القديمه. الراوتر هيدخل بايه؟ بوظيفته القديمه. يعني هيدخل يقول لهم ايه؟ انا الرايس. هيتخانقوا مع بعض. اتنين رئيس ما ينفعش، هيتخانقوا مع بعض. هيرسوا على مين؟ كده حصل طاش. هيرسوا على مين؟ اللي ليه بريورتي اعلى. حصل طاي اللي ليه رد اعلى.
ده حل ثالث اهو تمام. حل كمان انا عن نفسي بقى بفضله دايما، بنقول في الدوكيومنتيشن بتاعه سيسكو يقولوا ان مفيش عندي بريمت في الاو تي. بريمت يعني استيلاء على. بريمت يعني ايه؟ يستولي على او يصير ان اسيت يتخلى عنه. ثانيه يستولي على ولا تيزيني بريمت يعني كترجم بريمت يسمع. لا لا بريمت برضه استيلاء على كده. زي سيز زي سيز تمام. بريمت ايه اللي هيحصل فيها؟ الاول تي اف قلنا تاني الدي ار طول ما هو موجود لو دخل واحد تاني هيعرف يعمل بريمت؟ لا مش هيعرف ياخد السلطه مكاني تمام. لكن لو انا جيت دلوقتي على الدي ار والبي دي ار وخليت قيمه البريورتي عليهم بالزيرو مش هستنى بقى ردود ولا ريستارت ولا اي حاجه، مجرد لما بخلي البريورتي عليهم بزيرو على طول اوتوماتيكي بيدخلوا الاثنين على السلطه. اول ما اخلي البريورتي على الاثنين دول بزيرو على طول ايه بيتخلوا عن السلطه. مفيش مشكله عندي ان انتوا ترجعوها تاني واحد، بس هيكون حصل الليكشن تاني، هيكون حصل ايه الليكشن تاني. وانا عن نفسي بصراحه بفضل الحل ده. يبقى في فعلا بريمت اهو في الاو اس تي اف. ايه حل سلبي؟ ايه حل سلبي تمام. عندكم اربع طرق اختاروا منهم الاختيار المناسب. في اي مشكله في الجزء ده؟ يبقى لما ارجع بقى هنا تاني على الاو اس تي اف نقرا تاني. الريد فيها مشكله، البريورتي، الاريا اي دي لسه ما اعرفش يعني ايه، الدي ار، الريد بتاع الدي ار، الريد بتاع البي دي ار. ها كلهم كده واضح ولا لا؟ صح. الواحده كده اللي ناقصه قدامي هي مين؟ الاريا اي دي. قبل ما نشرح بقى الاريا اي دي، انا كنت قلت لكم ان عندي ثلاث انواع من الشبكات صح؟ قلنا مش اتنين بس، في عندي تلات انواع من الشبكات. النوع التالت بنسميه شبكات ال NVMe نون برودكاست مولتي اكسس. النون برودكاست مولتي اكسس ده مش مهم عندي دلوقتي خالص، مش هيوضح دلوقتي، هناخد عليها اكزامبل باذن الله في اخر الكورس خالص تمام. وكان زمان يعني في ال NL فيرجن القديم كان مطلوب منكم الكونفيجريشن بتاعتها ازاي تقووا شبكات ال NVMe، بس مش مطلوب عليكم تشغلوا ال OSF عليها، هي كده كده عليكم ازاي تشغلوا ال OSF على شبكات ال NVMe. وهتكتشفوا ان فيها خمسه مود، هي من جواها اساسا في قلبها خمسه مود. انما لو هنتكلم على الديفولت الهيلو هتلاقيها بتتبعت على 224.005، الهيلو انترفول هلاقي قيمتها 30 سكند، الديد انترفول هلاقي قيمتها يبقى كام؟ 120. مش احنا اتفقنا 4 تايمز الهيلو تمام؟ عشان كده في اول اليوم قلت لكم هيلو انترفول وما حددتش قيمتها، لان ليها اهو سيناريوهات. في شبكات البوينت تو بوينت والبرودكاست الديفولت 10، في شبكات ال NVMe الديفولت 30. خلاص؟ تمام. تعالوا بقى نشوف احوار الاريا اي تي. الاريا اي تي بسم الله الرحمن الرحيم. هفترض ان انا عندي شبكه كبيره كده شويه، ادي راوتر الثاني الثالث الرابع الخامس ار واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تمام. شبكة كبيرة زي مثلا في داتا عندها مجموعة كبيرة من الراوترز، أكثر من 200 راوتر مترميين على مستوى الجمهورية تمام. حصل عند الراوتر ار اثنين تشينج، أي تشينج، شبكة انضافت أو شبكة وقعت وات ايفر، أنتوا عارفين ده تأثيره هيبقى إيه؟ إن ار اثنين هيبعت ال اس اي للراوترز اللي حواليه بالتغيير اللي حصل. هيبعت ايه؟ ال اس اي للراوترز اللي حواليه بالتغيير اللي حصل. تقوم الراوترز اللي حواليه كلها تبدا تشغل الداش كسترا تاني من اول وجديد. وار واحد طبعا هيعرف ار اربعه، وار اربعه هيعرف ار خمسه، يبقى كل الراوترز على مستوى الاريا او الشبكه اللي قدامي دي كلها هتشغل مين تاني؟ الداش كسترا من اول وجديد. واحنا لسه قايلين في اول اليوم ان معروف ان الالجوريزم بتاع الداش كسترا بيعمل لود
على البروسيسور بيعملوا ده على مين؟ البروسيسور صح؟ طب والحل؟ ليه حل؟ كديزاين بقى المفروض ان انا بقسم الشبكه بتاعتي في حاجه بنسميها اريز، بقسم الشبكه في حاجه اسمها ايه؟ اريز. يعني انا ممكن اجي على دول كده واحطهم في اريا، ودول كده احطهم في اريا ثانيه، دول في اريا ودول في اريا ثانيه، تمام؟ ليه؟ قال لك ساعتها لو حصل عندي تشينج على ار 2، ار 2 هيبعت ال ال اس ال مين؟ ار 1. طبعا ار 1 هياخدها يبعتها ل ار 4، تمام؟ والباشكستر هيشتغل فين؟ جوه الاريا. هيشتغل ايه؟ جوه الاريا دي بس. جوه ايه؟ الاريا دي بس، تمام؟ معنى كده ان الراوترز ار 6 وار 7 وار 8 مش هيحسوا بالتغيير؟ لا هيحسوا بالتغيير. للدقه بقى واخدين بالكم ان ار 5 ده مشترك ما بين الاثنين، فبنسميه اريا بوردر راوتر. بسميه ايه؟ اريا بوردر راوتر، وسط ما بين الاثنين. اهو الاريا بوردر راوتر ده ممكن اشبهه لكم بايه؟ جهاز الكمبيوتر اللي قدامي ده بطلع بيه انترنت ولا لا؟ هو عنده راوتنج تيبل بيشاور على كل المواقع اللي موجوده على مستوى العالم؟ لا. امال عنده ايه؟ ديفولت راوت جيت واي، يعني ديفولت جيت واي بيرمي على الراوتر والراوتر هو اللي بيتصرف، لكن بيعرف يطلع انترنت. نفس الفكره هنا بالظبط. تخيلوا لي كده ان ار 6 وار 7 وار 8 ان دول اجهزه كمبيوتر، وان ده الراوتر بتاعهم اللي بيطلعهم على الانترنت. نفس الفكره. يبقى ار 6 وار 7 وار 8 هيوصل لهم بارتشوال ال اس اي، حاجات معينه بسيطه من ال ال اس اي اللي اتزعت هنا، اللي اتعمل لها فلاد هنا. والتغييرات اللي حصلت هتسمع على ار 6 وعلى ار 7 وعلى ار 8، بس الدشكسترا ذات نفسه مش هيشتغل عليه. الدشكسترا ذات نفسه ايه؟ مش هيعمل لود عليه. بدات توضح؟ سيسكو بتريكومند ان جوه الاريا الواحده يكون كام راوتر؟ من 50 ل 70 راوتر. جوه الاريا الواحده يكون عندي كام راوتر؟ من 50 ل 70 راوتر على حسب كبر الشبكه. ها؟ واضحه؟ رقم 5 يشتغل على رقم ايه؟ هو بيشتغل عليه. هيشتغل على الاريا بيشتغل. اه طب اه. لان هو في اريا في الاثنين اريا، مشترك ما بين الاثنين اريا. لا هو متحدد ازاي بناء على ايه يعني؟ كونفجريشن، هتوضح كونفجريشن، تمام؟ وانا بعمل الكونفجريشن هقول الانترفيس الفلاني في اريا كذا والانترفيس الفلاني في اريا كذا. الراوتر ساعتها هيديتكت ان هو في اتنين اريا، على طول هيعرف نفسه ان هو اريا بوردر راوتر، تمام؟ اول اريا عندي بكريتها بنسميها اريا زيرو، بسميها ايه؟ اريا زيرو، وبنسميها باكبون اريا. باكبون اريا، ايه الباكبون اريا دي؟ الاريا الدعامه. هعرف ليه دلوقتي مسمينها كده ان شاء الله. واي راوتر جواها بنسميه باكبون اريا، واي راوتر جواها بسميه ايه؟ باكبون اريا، تمام؟ الاريا اللي بعديها اللي هكريتها ادوها اي رقم مش فارق معايا، اريا 10، وبسميها انترنال اريا. بسميها ايه؟ انترنال اريا. واي راوتر جواها بنسميه انترنال راوتر. انترنال ايه؟ راوتر، تمام؟ طالما انا هعمل اكتر من اريا ماست يبقى في عندي اريا زيرو. لو هي اريا واحده اي رقم مش فارق معايا، لكن طالما هيبقى في اكتر من اريا ماست يبقى في ايه؟ اريا زيرو. ليه سميناها الباك بون بقى؟ قال لك اصل دلوقتي اي اريا تانية هتظهر في يوم من الايام لازم يكون في راوتر عليه انترفيس في اريا زيرو وانترفيس في الاريا التانية دي. اي اريا هتظهر في يوم تاني من الايام، في يوم من الايام لازم يبقى في راوتر عليه انترفيس في اريا زيرو وانترفيس في الاريا التانية، اريا 20 اريا 30 وطف. عشان كده سموها الباك بون، الدعامة اللي في النص اللي موصله الارياز كلها ببعضيها. لان اللي فيكم هيدرس الاي اس اي اس ان شاء الله، الاي اس اي اس ما فيهوش المفهوم ده، هي متقسمه الارياز بس يعني ايه؟ مش شرط يبقى في عندي اريا في النص وكل بيتوصل بيها، لا عادي. واضحه؟ تمام. افرضوا بقى دلوقتي وانا شغاله لاي سبب من الاسباب اضطريت اعمل ديزاين بالمنظر ده. راوتر هنا عليه انترفيس هنا وانترفيس هنا. افترض ان دي اريا 20 مثلا. اريا 20 هتشتغل في الشبكه؟ لا. ليه؟ بالظبط، هي مش متوصله عندي دلوقتي بمين؟ بالباك بون. بس انا اضطريت ان اعمل كده
يعني مثلا سنترال بتاع اسكندريه مع سنترال مثلا القاهره حطيتهم في اريا، بعد كده لغايه سنترال اسيوط مثلا حطيتهم في اريا، والاريا مثلا اللي فوق خالص حطيتها اريا زيرو، الاريا اللي تحت حطيتها اريا واحد، ولاي سبب من الاسباب اضطريت ان انا اعمل اريا في سنترال رمسيس حطيته في اريا ثانيه خالص، مش متوصل باريا زيرو بتاع سنترال اسكندريه. تمام؟ الدنيا تقع؟ اه. لكن باكسترا كونفجريشن هقولها، هحتاج ساعتها ان انا اعمل اكسترا كونفجريشن. ايه الاكسترا كونفجريشن دي بقى؟ هاجي ما بين التو راوترز دول ار 5 وار نسمي ده مثلا 9، تمام؟ ما بين ار 5 وما بين ار 9 هحول ال هعمل كونفجريشن اسمها فيرتشوال لينك. هعمل لينك ما بينهم اسمه ايه؟ فيرتشوال لينك. ايه الفيرتشوال لينك ده؟ اعتبره لي كده ان هو بريدج كوبري بيربط كده اريا زيرو باريا كام؟ باريا زيرو. اريا 20 قصه باريا 2. تمام؟ يبقى البريدج ده دي كونفجريشن يا اسماء عشان ما تهويش. تمام؟ الاكسترا كونفجريشن اللي انا هعملها دي ايه اللي هيحصل فيها؟ هيعتبر ساعتها ان اريا 20 كونكتد بمين؟ باريا 0 عن طريق الاريا اللي في النص دي. والاريا اللي في النص دي ساعتها بنسميها ترانزيت اريا. ترانزيت اريا. ترانزيت يعني ايه؟ عارفين منطقه الترانزيت اللي في المطار؟ وسيط ما بين الاثنين. تمام؟ وبالمناسبه ار 5 وار 9 ساعتها بيعتبروا نفسهم كانهم دايركت كونكتد ببعض بوينت تو بوينت، رغم ان هم مش دايركت كونكتد بس بيعتبروا نفسهم ان هم ايه؟ دايركت كونكتد وجرين بوينت تو بوينت، رغم ان هم مش دايركت كونكتد ولا جرين. تمام؟ ده انا ممكن كمان اريا 20 يكون في هنا اريا 30 واريا 40 واريا 50 وكل واحده بريدج اللي قبليها بريدج اللي قبليها بريدج اللي قبليها. يعني اقدر ان انا اعمل كذا اريا حتى لو مش كونكت ببعض، ودي توصلني لدي ودي توصلني لدي، وفي النهايه يوصلوني للباب دي. تمام كده؟ طيب قلنا تاني الراوتر اللي في النص ده سميناه ايه؟ اريا بورد الراوتر. يعني ايه اريا بورد الراوتر؟ يعني عليه انترفيس في اريا زيرو وانترفيس في اريا ثانيه. يعني ده برضو اريا بورد الراوتر صح؟ يعني اللي تحت ده برضو اريا بورد الراوتر صح؟ كل الشبكه اللي قدامكم دي من اولها لاخرها مثلا بتاعه تي داتا بتاعه اوتونومس سيستم معين. تمام؟ مش تي داتا في النهايه واصله بلينك، يبقى متوصله كده بايه؟ باوتونومس سيستم تاني عن طريق راوتر. راوتر هنا مثلا، في راوتر هنا اهو عليه انترفيس تبع الاو اس اف، وعليه انترفيس تاني تبع مثلا اي او جي ار بي، بروتوكول الاي او جي ار بي او او اس اف برضه بس بروسيس بروسيس تانية. اه لا سيبوكم من اللي انا قلته، انتوا لسه ما خدتوش بروسيس كاي واتش. تمام؟ براوتنج بروتوكول مختلف اللي هو مثلا ايه؟ اي او جي ار بي. يبقى تيجي داتا بالكامل دي كلها كده بتاعت الاوتونومس سيستم بتاعي، تيجي داتا واللي فوق دي اوتونومس سيستم تاني اللي هو الاي او جي ار بي. يبقى الراوتر ده عباره عن ايه؟ ساعتها بنسمي الراوتر ده اوتونومس سيستم بوردر راوتر. بسميه ايه؟ اوتونومس سيستم بوردر راوتر. بيربط اتنين اوتونومس مختلفين ببعض، ده البوردر ده اللي على الحرف اللي ما بينهم. في اي مشكله في الجزء ده؟ تمام. معايا كده؟ بصوا هنا ده التاريخ اللي كنت قلت لكم عليه. اول فيرجن اتعمل كان فيرجن كام؟ 89. فيرجن 2 اتعمل بعديه على طول اللي هو ايه؟ 91. هو طبعا بعد كده اتعمل له تظبيطات كتير. تمام؟ طيب ايه هي انواع الباكتس بقى اللي موجوده عندي في بروتوكول الاو اس بي اف؟ اول نوع من انواع الباكتس اللي هي الهيلو. تمام؟ تاني نوع من انواع الباكت اللي هي داتا بيس ديسكريبشن. ايه داتا بيس ديسكريبشن ده؟ كل راوتر بيبعت ديسكريبشن عن نفسه لجوه، ديسكريبشن عن نفسه لجوه. تمام؟ ال اس يو، احنا قلنا ايه ال اس يو دي؟ نكست الابديت عباره عن ايه؟ كذا ال اس اي مع بعض بنحطهم في باكت اسمها ال اس يو. تمام؟ ال اس ار دي عباره عن ايه؟ ريكوست. ريكوست يعني ايه؟ قلنا لو راوتر جديد انضاف في الشبكه هيبدا انه يطلب المعلومات اللي ناقصاه. تمام؟ اخر واحده اللينك ستيت اكنولوجي. ايه الاكنولوجي دي بقى؟ دلوقتي بروتوكول الاو اس بي اف
هو عباره عن تي سي بي ولا يو دي بي؟ لا ده ولا ده. هنشوف الكلام ده في العمل الاجتماعي. انا هقول كده من الواير شارك وهنشوف الكلام ده. تمام. بروتوكول الاوس اف ده بنقول عليه ان هو بروتوكول جروب كده لوحده هو والاي او جي او بي، يعني ما بيتعمل لهمش انكابسوليشن جوه تي سي بي ولا يو دي بي. بالعقل كده انا ببعت الهيلو كل قد ايه؟ 10 ثواني مثلا. منطقي ان كل ما ابعت لجوري هيلو كل 10 ثواني يرد عليا باكنولدج. ده كل 10 ثواني يعني كده كده هبعت، صح؟ منطقي ان كل ما اسلم على حد فيكم كل 10 ثواني يبدا ان هو يديني اكنولدج اجتماعي ولا لا؟ مش منطقي، صح؟ لكن في بعض انواع الابديت لازم تبقى ريلايبل. زي مين؟ لو بعت لك ال اس يو، تمام؟ المفروض ترد عليا ان ال اس يو بتاعتي وصلتك ولا لا، صح؟ يهمني ان في بعض انواع الابديت اللي هي تكون ريلايبل، عشان كده عملوا باكت اسمها لينك ستيت اكنولدج. دي بيلت ان في بروتوكول الاوس اف، ملهاش علاقه لا تي سي بي ولا بي دي بي. هو اصلا مش شغال تي سي بي ولا يو دي بي. ليه تاني مش شغال؟ ليه ما حددوش ان هو شغال تي سي بي او يو دي بي؟ لان اساسا في بعض انواع الباكت مش منطقي ان هي تبقى ريلايبل زي هيلو، وفي انواع تانيه من الباكت ده يهمني ان هي تبقى ايه؟ ريلايبل زي الابديت. حد تاني كده في حاجه؟ اخر حاجه بقى عشان يبقى خلصنا الاوس دي بالكامل، الستيتس بقى بتاعتي اوس دي اف ستيتس. اول حاجه خالص لما كان ار واحد بعت الهيلو بتاعته لار اتنين، فاكرين في البدايه خالص اول اليوم ار واحد بعت لار اتنين ايه؟ الهيلو. ساعتها التو راوترز بنقول عليهم ان هم في مرحله الانيت ستيت انيشيال ستيت. تاني ار واحد بعت لار اتنين ايه؟ الهيلو. ار واحد وده ار اتنين، ده بعت لده الهيلو في البدايه خالص. التو راوترز ساعتها في مرحله اسمها انيت انيشيال. يقوم ار اتنين هو كمان رادد بهيلو هو كمان، تمام؟ ار اتنين هيبدا يماتش البارامترز اللي جوه الهيلو، زي الهيلو انترفول، زي الديت انترفول، زي الاريا اي دي. مش اتفقنا ان القيم دي كلها تهمني اساسا عشان نبقى نيبرز، صح؟ اول ما نكتشف ان احنا بقينا نيبرز احنا كده دخلنا في مرحله اسمها تو واي كوميونيكيشن. مرحله اسمها ايه؟ تو واي كوميونيكيشن. تمام؟ خلاص كده النيبر ديسكفري خلصت، وقفت عند تو واي. تمام؟ المرحله اللي بعديها هيبدا يلكتوا مين هو الدي ار ومين هو البي دي ار. مين هو ايه؟ الدي ار ومين هو البي دي ار. المرحله دي كده بيبقى اسمها اي اكس ستورت. اي اكس ستورت، وتقريبا دي اطول مرحله بيقفوا عندها لغايه ما يلكتوا مين هو الدي ار ومين هو البي دي ار. تمام؟ في امر كده هنشوفه باذن الله في العملي، هنلاقي ان تقريبا دي الحاجه الوحيده اللي انا بلحق اشوفها بعينيا قبل ما يوصل بقى للكونفرجن. تمام؟ بعد كده هيبداوا ان هما فعليا بقى يتبادلوا الداتابيز اللي هي ال ال اس اي في مرحله اسمها اكستشينج. في مرحله اسمها ايه؟ تمام؟ تبادلوا الداتابيز، يبداوا ان هما يشغلوا عليها بقى الدايجسترا والكلام ده كله، يبداوا ان هما يدخلوا في مرحله اسمها لودنج. بعد ما يخلصوا الداتابيز اتبنت والراوتنج تيبل سوري اتبنى وخلاص بقوا نيبرز والدنيا ستيبل، بنوصل لمرحله اسمها فولي adjacency. مرحلة اسمها ايه؟ fully adjacency. او للدقة الاكستشينج، شفتوا الباكت اللي كنت قلت لكم database description وصف بس عن الراوتر لسه في الاول، دي الاكستشينج. تمام؟ اللودنج فعليا دلوقتي بيبعتوا لبعض ايه؟ الداتابيس، عشان يتأكدوا ان الداتابيس synchronized على مستوى الشبكة بالكامل. خلصوا يدخلوا في مرحلة اسمها fully adjacency، تجاور كامل. fully ايه؟ adjacency، تجاور كامل. تمام؟ يهمني جدا ان على فكره عشان انت حسيت ان الدنيا ايه النظري ده كله، صح؟ حاجات مهمه قوي على فكره. بمعنى ايه؟ اكتر مرحله الراوتر ممكن يقف عندها تو واي كوميونيكيشن والفولي adjacency. او مش اكتر مرحله يقف عندها، اقصد ان هو لو وقف في المرحله دي او وقف في المرحله دي يبقى الشبكه بتاعتي سليمه. ده هنشوفه في العملي باذن الله. تمام؟ لكن لو اي مرحله ثانيه علق عندها يبقى انا عندي مشكله. تمام؟ على سبيل المثال هديك مرحلة واحدة بس أو حالة واحدة بس. init state. init state يعني إيه؟ R1 بعت الهيلو لكن لسه ما استلمش الهيلو، صح؟ ده ممكن يحصل إمتى؟ في أي سيناريو؟ كابلات الفايبر
لو اتعاملتوا مع تابلت الفايبر هتلاقوا ان هي عباره عن اثنين شانل، شانل سند وشانل ريسيف. فالشانل السند سليمه وبعت له الهيلو، الشانل الريسيف دي مقطوعه مش عارفه استقبل منه هيلو، ساعتها هيقف على مين؟ انرجي. يبقى لازم تكون فاهم كل مرحله معناها ايه، لانه لو انت لو اساسا بامر يعني شفت ان الحاله ما بينكم وقفت هنا يبقى ده انديكيتور بالنسبه لك ان في اكشن معين حصل، في مشكله معينه حصلت. تمام؟ اللي هي ما هو لازم ساعتها تكون فاهم كل حاله معناها ايه عشان تقدر تديتكت ليه عمل كده. صح؟ تاني فور اكزامبل ار 1 بعت لار 2 هيلو على الشانل على اللي هي الفايبر، الشانل الثانيه ريسيف مقطوعه مش هيرد عليها الهيلو. تمام؟ يبقى الراوتر هيقف عند ايه؟ وهتشوف بقى طول ما احنا ماشيين حل في الحاجات دي. في اي مشكله في الاو سي اف؟ صح خلاص الحمد لله.